أكيد نور، مساحتنا طويلة اليوم بعالم التجميل للأسنان، فمع تطور التكنولوجيا والطب صار من السهل والممكن تلافي أي أخطاء أو تشوهات موجودة بالأسنان. أكيد سلمى، فتبييض الأسنان يعتبر من أهم إكسسوارات الجمال وطرق التجميل التي يبحث عنها الناس وخاصة النساء منهم، والسبب كما يعرف لدى الجميع هو أن جمال الأسنان هو سر جمال الابتسامة. للوقوف أكثر عند موضوع تبييض الأسنان معنا بالاستديو الدكتورة ريم ناصر. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. صباح النور يا هلا. بالبداية فينا نتعرف من حضرتك على أنواع تبييض الأسنان؟ هلا التبييض له أنواع، من يعني بينقسم من نوعين من ناحيتين. أول شيء عنا في شيء اسمه تبييض خارجي، اللي هو التبييض اللي كل العالم بتعرفه، اللي ابتسامة بتغير لون الأسنان كلها، بيكون غالبا بينشغل على كل الأسنان مو على سن واحد. فهذا التبييض الخارجي كمان له أنواع، اللي هو التبييض المنزلي بنقله، اللي بنعمل فيه قوالب للمريض، طبعا لكل مريض له القالب تبعه، وفي تيوبات تبييض معينة بتبيض. في شيء اسمه الووكينج بليتش، اللي هو التبييض داخل العيادة، عيادة الأسنان، بيتحفز عن طريق مواد نحن بنحطها. وفي شيء الأخير اللي هو المشهور عند العوام باسم التبييض الليزري، هو التبييض، طبعا هي معنا ليزر، بس الأشعة محفزة، أشعة اللي بتستخدم أشعة الزوم بتستخدم بتحفز نوعية معينة من مواد التبييض، بتعطي فعالية سريعة وكبيرة، شوي أكبر من غيرها وأسرع من غيرها. هاي بالنسبة لأنواع التبييض الخارجية اللي هو بيستخدم على كل الأسنان. عنا التبييض الثاني اللي شوي أقل استخداما، اللي هو التبييض الداخلي. التبييض الداخلي غالبا بيستخدم على سن واحد، اللي هو بيكون فيه تلون صاير على بني صاير على أسود، غالبا أو مو غالبا المفروض يكون مترافق باستئصال اللب أو سحب سن، اللي بيكون حسب العوامة بيقولوا مسحوب عصبه، فبيكون لونه متغير، بيصير لونه على بني على أسود على زراء. طبعا هي نتيجة خطوات معينة أثناء المعالجة اللبية، فبعدها بيصير في شيء اسمه تبييض داخلي، مواد بتنحط داخل السن نفسه، بتنحط لمدة معينة، بعدين بتنقم بيبيض داخل السن، بعدين بنحط حشوات تجميلية تناسب هذا اللون هذا السن. طيب دكتورة ريم، خلينا نحكي قديش يمكن التبييض ممكن يضر الأسنان ولا لا، يعني في ضرر للتبييض إن كان ليزري أو منزلي، وأنه الأفضل، يعني أنه اللي بنفضله؟ هلا الضرر، هلا هو اكيد يعني ما رح يسمحوا فيه كممارسات بعياده كانواع علاجات وفيها الضرر. هلا هو في اثناء عمليه التبييض بتصير قصه، انه نحن المينا عندنا مؤلفه من مواشير اسمها انامل رودز او مواشير مينائيه، فاثناء ما عم يفوت التبييض لما بده ينشغل، لما بدنا نبلش فيه، نحن بنعمل قبل تنظيف للثة بحيث نقيم اول شيء، او لسه بالاسنان بحيث نقيم اول شيء كل الترسبات الموجوده على هدول الاسنان، تمام، بحيث انه ماده التبييض توصل لقلب الاسنان بشكل افضل. بعدين بيصير انه المادة لما بدها توصل لقلب المينا ولقلب العاج السني، بتوسع شوي، بتفتح المواشير المينائية لتسمح مادة التبييض، طبعا في آلية معينة بتوسع فيها لتسمح لمادة التبييض انها تفوت بهدول المناطق. فلما فاتت الفكرة انه اسنانها بتحفز حساسية للأسنان، تمام، حساسية سنية، اللي هي بيصير اللمعة المترافقة، طبعا هي بتختلف بين استجابة اللي هو ممكن انه ما تبلش لمعه لاخر شيء، ممكن ما يحس باي لمعه ابدا، ممكن انه من اول يوم تبييض يحس انه في كثير حساسيه عاليه، وكل ما زادت نسبه الحساسيه، يعني الالم الناتج عن هي الحساسيه، كل ما اللي بيصير انه يعني بتتاخر لتروح، تمام، انه بيصير انه يعني بلشت ابكر، بلشت بشده اعلى، فهي بتتاخر لتروح، لكن هي اكيد بتروح. هلا في شيء ثاني مرافق، اذا كان في سوء تطبيق، سواء اثناء اذا التبييض المنزلي اثناء اللي عم يعمل القوالب، لانه هو بينعمل عند مخبر القالب لكل مريض، وسواء اثناء تطبيق الطبيب بعيادات الووكينج بليتش او التبييض الليزري، اللي هو انه نحن دائما لازم نكون بعاد عن اللثه حوالي 1 ملم. ليش؟ لانه ماده التبييض بتحرض شيء اسمه امتصاص خارجي او داخلي للاسنان، يعني السن منه لحاله بصير
مثل بيتاكل عن منطقه العنق اللي هي المنطقه القريبه عند اللثه، بيصير مثل تاكل فيه، بيتحرض طبعا عن طريق شيء اسمه كاسيرات مينا، كاسيرات عاج بمنطقه العنق او من جوا، اللي هن كاسيرات العاج هن او الاودونتوكلاست اللي هي بتصير بتاكل من منطقه اللب للعاج لبرا. هلا هي بتكون نتيجه غالبا نتيجه سوء تطبيق، لانه امتصاص داخلي يعني المفروض ان احنا ما نقرب على منطقه العنق ابدا. طبعا هي القصه بتخلي المرضى انه ينزعجوا، انه بيقولوا لك انه انا واحد اول واحد ميلي عند اللثه ما بيض. هلا انه اوكي ما بيض، بس كل السن بيض اولا، وثانيا انه حمايه، يعني كمان ما بدنا نبيض اكثر حمايه للسن، اكيد انه ما بدنا نحرض امتصاص، يعني امتصاص ما بيحس فيه المريض لبعد فتره تمام، ومشكله انه له اثار سيئه كثير يعني. ف هي اهم الاشياء. هلا الامتصاص قلنا انه يتجاوز عن طريق التطبيق الجيد. عندنا موضوع الحساسيه التاليه للتبييض، هذا الشيء يعني بعد التبييض نحن بنحط، في عندنا طريقتين معالجه، اما انه بنحط له بعد ما انتهاء التبييض، اهم شيء انه بعد ما خلصنا وصلنا للون المطلوب للبياض المطلوب، بنحط مواد فيها نترات بوتاسيوم، هي مواد مضاده للحساسيه السنيه، بتحسن بسرعه كبيره. طبعا هي بتنحط بقلب قالب التبييض نفسه او عند الطبيب، ممكن يطبقها بشكل طبعا ما انا مزعجه، بفرشايه صغيره انه بدون اي الم، مجرد انه بتطبق على الاسنان بينترك السن شوي ليمتص هالماده مع العزل المناسب. او كمان نفس الشيء ممكن نطبق كمان مشان تقويه الاسنان، تقويه الاسنان والتقويه ضد او المناعه ضد الحساسيه او معالجه حساسيه هو تطبيق الفلورايد. هي اهم شغله بعد التبييض، بعد التبييض بيكون في عندنا الفلورايد، مثل ما قلت انا الانامل رودز او المواشير المينائيه بتكون متفتحه، بيكون قد ما السن بياخذ مواد مبيضه وبيفتح اكثر، مجرد ما اخذ اي اشياء ملونه اثناء مرحله التبييض كمان بياخذها اكثر. يعني اذا بده يتصبغ شوي اثناء مثلا نسكافيه او الشاي او الكولا مثلا، فهو بيصير اثناء فتره التبييض لا بيتصبغ اكثر، اذا كان بده يتصبغ مثلا 1% بيصير 10% فتره هذا التبييض. فنحن بعد انتهاء التبييض كثير بننصح ونركز على قصه انه ينحط شيء اسمه فلور، مثل فلوري عند الطبيب تمام، انه بينحط على الاسنان منه باول المواشير المينائيه، بخليها ترجع تسكر على بعضها مشان ما بقى يسمح لاي ملونات او يخفف كثير من امتصاص الملونات، ومنه مشان بيروح هي الحساسيه السنيه. طيب دكتوره انت بشكل عام بتنصحي اكثر بخلينا نقول التبييض المنزلي ولا التبييض عند الطبيب، وخصوصا انه مثل ما قلتي او شرحتي بالتفاصيل التبييض المنزلي اذا ما كان في دقه فيه ممكن ياثر سلبا يعني حتى يضعف الاسنان. هلا هنا الاثنين اذا ما في دقه. هلا المنزلي احنا عندنا اكثر قدرة على لا مو النتيجة، هلا النتيجة ممكن الليزر يأسرع. هلا هي بحسها لأنه مثلا مريض قعد جلسة واحدة خلص خالص، أو ممكن جلستين إذا كان شوي إنه أسنانه إنه صعب إنه يبيضوا. بس طبعا مو كل أنواع، مشان نركز على هذا الموضوع، لأن المرضى كتير يعني من متعذب معهم بشرح هاي الآلية. هنا في أجهزة معينة، هي أجهزة ما بدنا نقول أسماء شركات، لكن هي شركة معينة بتعطي هذا النتيجة البياض القوي كتير. هي طبعا تجي أغلى بكتير كارتفاع تكلفة مادية، لأن الشركة بيكون إنه مواده مع جهاز التبييض اللي هي أشعته هي اللي بتحفز هذول المواد. فهذا الناحية التبييض الليزري، يعني مو كل أنواع التبييض الليزري هي صحيح إنه ليزري، هي مجرد إنه تبييض بتفعل بالضوء. لكن في عنا شيء إنه مثلا منظمة الـ FDA، منظمة الصحة والغذاء الغذاء والدواء العالمية، مثلا ببريطانيا ما بيسمحوا بالليزري، بيسمحوا بس بالتبييض المنزلي بأقل تركيز ممكن اللي هي 10%. يعني مثلا نحن هون بسوريا أو بشكل عام بمناطقنا اللي بيحبوا النتيجة الأسرع والمبالغة دائما والأبيض كتير دائما عنا exaggeration، دائما عنا مبالغة بالطلب. نحن كمجتمع عندنا مثلا ان احنا بنحط الرينج هو 20% مشان نلاقي النتيجه اللي ممكن ترضي المريض، نحاول باسرع وقت ممكن تمام. لكن هو المنزلي هو الامن، اكيد هو الامن للمريض لما بينصنع، يعني المخبر يعني ما بده كتير دقة بالصنع، يعني بده دقة لكن ما أنا صعب الوصول لهي الدقة. نحن مجرد انه نبعد بالسبيسر اللي بيحطه المخبر انه نص ميلي او ميلي عن منطقة العنق، وبيحطه المريض ما في اي مشكلة.
هلا الانواع الجديده اللي عم تنزل من الطبيب المنزلي كثير منيحه، كثير عم تعطي نتيجه قويه يعني صراحه تضاهي الليزري. وعندنا موضوع الكلفه المعديه، اكيد المنزلي كثير اقل كلفه معديه من الليزري. هلا اللي مثلا الشيء الوسط بيناتهم اللي هو الووكينج بليتش او طبيب داخل العياده لكن مو باجهزه الليزر، بالاجهزه العاديه اللي عندنا بالعياده، بيعطي نتيجه منيحه وحلوه. والمريض اللي عندنا كمان هي القصه تبع اللي ما لي خلق حط والله مده اسبوع حط في بثلاث ايام مثلا انه في شيء بثلاث ايام تركيز اعلى لكن بده يتحمل حساسيه اعلى. بس الووكينج بليتش انه هن دائما احنا بنركز على قصه انه مده التبييض من اول ما تنحط ماده التبييض على السن لحد ما خلصنا ما بدها تتجاوز النص ساعه. هلا اول شيء نحن ممكن نعمل اجراءات العزل، الجنجيفال بارير اللي هي نمنع وصول مواد التبييض عند اللثه، هي نحن بنطبقها اثناء العمل. لكن نحن موضوع ان ماده التبييض من لما انحطت على الاسنان لازم ما تتجاوز نص ساعه، هي تعليمات اساسيه بكل مراحل التبييض. اذا يعني اذا التزمنا فيهم فهن منيح. لكن انا بس القصه اللي انتهت عنها انه هو الووكينج بليتش هو اللي بيجي بالنص، يعني تبييضه بيجي بالنص بين المنزلي وبين الليزري. طبعا المنزلي والليزري اذا التزمنا عليهم كثير بيعطوا نتائج قريبه لبعض. الميزه بالليزري بحالات اللي المريض عنده القدره الماديه يدفع واسنانه ما عم تستجيب، لان في اوقات بنلاقي اسنان ما عم تستجيب او بتبيض شوي، في ناس بنلاقي اسنانها انه فورا فرقت، فورا عطت نتائج مثلا درجتين ثلاثه باللون، في ناس لا انه والله من اول التبييض لاخره انه درجه واحده. فبهدول الناس ممكن الليزري الزوم حسن انه هو يعطي يعني يعطي نتيجه اقوى. دكتورة ريم ناصر، دكتورة في طب مداوات الأسنان وتجميل الابتسامة، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم. شكرا لك دكتور.